يلا الملك خطب، يلا الميثاق ديال الاستثمار حطيناه، يلا النموذج التنموي باقي كنناقشوا فيه، ويلا المناظره ديال السخيرات عقدناها، وهذا الشيء كله لا الخطاب الملكي ولا الميثاق ديال الاستثمار ولا النموذج التنموي ولا المناظره ديال السخيرات. ركزوا على جوج الحوايج اساسيه. الاولى رفعوا الحيف الضريبي على المغاربه، لان المغاربه يتعرضون لواحد الاجحاف ضريبي، ما كايناش عداله جبائيه، ما كايناش عداله ضريبيه في المغرب. النقطه الثانيه اللي تم التركيز عليها وهو الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطه، بالنظر الى ان المقاولات الصغرى والمتوسطه هي اللي كتخدم بزاف ديال المغاربه، هي اللي كتوظف المغاربه. علاش؟ لان النسيج الاقتصادي ديالنا ضعيف، من لا توفر على مقاولات كبرى، ابين عندنا واحد 500 مقاوله كبرى، والنص فيها تابع للدول ضيور، والنص الاخر مقسوم ما بين لي ملتي ناسيونال وما بين بعض الخواص الكبار في المغرب. وبالتالي القانون المالي ديال 2023 بدل ان ياتي ليعكس هاد الهواجس الوارده في الخطاب الملكي وفي الميثاق ديال الاستثمار وفي النموذج التنموي وفي المناظره ديال الصخيرات، كنلقاو بانه كيضرب على الحائط جميع هاد الامور. وبالتالي هاد القانون المالي الذي يناقش او الذي يعرض حاليا على البرلمان لا يمكن ان نسميه قانون المالي ديال المغاربه، هذا قانون مالي يستجيب لثلاثه فئات ديال ثلاثه الاطراف. الطرف الاول هو الاتحاد الاوروبي، لان الحكومه المغربيه ما قدراتش تصمد امام الضغوطات التي مارسها الاتحاد الاوروبي فيما يخص يعني الكلاسمون ديال المغرب في اللائحه الرماديه وفيما يخص داكشي ديال المناطق الحره. وثانيا هذا قانون مالي ديال لا سي جي ام، حيت لا سي جي ام ماشي نقابه ديال الباترونا، هذا ستان كلوب فيرمي تري بويسون، ياخذ ما يعطيش، ينتزع الامتيازات، لدرجه انه في هذا القانون المالي ديال 2023 لا سي جي ام اقترحوا 25% كسر. الحكومه قالت لهم لا غندفعوا عليكم اكثر، لان الحكومه ولا سي جي ام تقريبا بحال بحال، عطاتهم 20% والشعب يمشي يضربوا الخلا. وثالثا هذا قانون مالي ديال اللوبيات الكبار القطاعيه، مثلا القطاع الخاص ديال التعليم الخاص او الكلينيك بريفي او لي روتيي او اصحاب الكباريات الى اخره. اما المغاربه الاخرون، عموم الشعب المغربي سواء الطبقه المتوسطه او الماجورين او الموظفين الصغار، لا يجدون انفسهم في هذا القانون المالي، لانه لم يقدم لهم اي شيء. اللهم ديك الكذبه الفضيحه التي قدمها الوزير القجع حينما قال بان الحكومه استحضرت المشاكل التي يعانيها يعني الفئات الهشه والموظفون الصغار، وغادي نرفعوا لها طرونش من 30000 ل 35000 درهم. لكن ما تنساه الوزير القجع هو ان هذيك 30000 ل 35000 درهم يعني اكبر فضيحه تسجل في سجل ديال الوزير القجع. علاش؟ حيت حنا ملي كنشدوا هذيك لا طرونش اللي طلعت كنلقاو ابيل المغربي غادي تزادوا واحد 40 درهم، يعني 40 درهم ميم با كي مزبوطه، حتى طيب على الباربه ثلاثه مرات في السيمانه مشات ليه هذيك البوطه في السيمانه. وبالتالي يعني كما قلنا يعني هذا القانون ما كانش يعكس يعني الحده ديال المشاكل والاختناق المالي والاختناق الجبائي اللي كيعيشوه المغاربه. وهذا الشيء تيجي في واحد السياق اللي خطير جدا. يلا تقرير خرج ديال المندوبيه الساميه ديال التخطيط اللي حذر لواحد الارقام صادمه، تهم انه بسبب هادشي ديال كوفيد وبسبب تداعيات ديال الحرب الاوكرانيه وصلنا تقريبا ل 3 مليون ديال المغاربه اللي طاحوا من الطبقه المتوسطه التحقوا بالفقر. حنا كنا كنتمناو نهزوا الناس من الطبقه الفقيره وندخلوهم للطبقه المتوسطه، ساعه حنا كنهبطوا دوك الناس حتى على قلتهم كنعاودوا نهبطوهم لتحت الطبقه الفقيره. وهذا يتزامن مع واحد جوج تقارير خطيره جدا، الا وهو التقرير ديال البنك المغرب اللي تيقول بانه يعني السلطات الحكوميه بسبب العجز ديالها وبسبب قله الابداع ديالها حرمات المغاربه من واحد القدرات التعبويه تقدر ب 80 مليار ديال الدرهم بسبب هذا التملص وبسبب هذا التهرب الضريبي. ملي كنقولوا 80 مليار راه ما يجمعلهم، راه ان سيزيام ديال القدرات الماليه في السنه ديال المغرب. اما الى مشينا للتقرير الثاني اللي هو ديال البنك الدولي، راه كان اكثر حده في توجيه الاتهام، بالنظر الى انه البنك الدولي تيقول بان هذا التملص الضريبي وهذا التقاعس ديال الحكومه في مطارده الناس الذين يؤدون الواجبات ديالهم في التحملات العموميه راه تيشكل تقريبا 12% من القدرات الماليه ديال الدوله المغربيه. وهنا كيطرح السؤال، اشنو الفرق بالنسبه للمغاربه ملي كتجي حكومه وتمشي حكومه؟ الحكومه في العالم راه كنشوفوهم، يعني ملي كتجي الحكومه كتصنع الثروه كتخلق الرفاه، اما ملي كتجي الحكومه ولا تبدع في خلق الثروه وكتشد داكشي اللي كاين وكتعاود توزعه ما بيناتهم، اذا ما الجدوى من خلق هذه الحكومه لهذا البرلمان؟ نشريو حنا اللوجيسيال من عند شناوة ولا نشريو اللوجيسيال من عند كوريا ولا من عند سنغافوره وندخلوا فيه المدخلات المخرجات وكفى المؤمنين شر القتال. على الاقل حتى لما خلقناش الثروه على الاقل هذاك اللوجيسيال غادي يربحنا واحد 6 مليار ديال الدرهم اللي تنخلصوا كتعويضات للوزراء والبرلمانيين.